رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، نحن اليوم مع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم أتى المصنف بأقوال الصحابة والتابعين والعلماء في تفسير هذه الآية، وهذه الآية أصلاً جاءت في ضمن آيات من سورة البقرة، بدأت بقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبدأت بقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال العلماء: هذا أول نداء في القرآن، يا أيها الناس، هذا أول نداء في ترتيب المصحف، أول نداء في ترتيب المصحف، نعم. وهذا النداء جاء بعد أمور في سورة البقرة. الأمر الأول، ذكر الله عز وجل المؤمنين المتقين، المؤمنين المتقين، قال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم جاء الكلام عن الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم جاء الكلام عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ففي الحالة الأولى تكلم الله عن المؤمنين المتقين ظاهرا وباطنا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخرها. تكلم عن المؤمنين ظاهرا وباطنا. وفي الحالة الثانية تكلم الله سبحانه وتعالى عن الكافرين ظاهرا وباطنا. وفي الحالة الثالثة تكلم الله جل وعلا عن الذين أظهروا الإيمان ظاهرا وكانوا كافرين باطنا وفي حقيقة الأمر. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس. يعني شنو يا أيها الناس؟ المؤمنين ظاهرا وباطنا، الكافرين ظاهرا وباطنا، المؤمنين ظاهرا، الكافرين باطنا، يا أيها الناس كلهم. شو القرآن مرتب كيف؟ عشان كده ربنا قال يا أيها الناس. ليه ما قال يا أيها المؤمنين الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، يا أيها المنافقون؟ قال يا أيها الناس ليشمل الثلاث حالات التي ذكرناها: أولا المؤمنين،
ظاهرا وباطنا، الكافرين ظاهرا وباطنا، المؤمنين ظاهرا، الكافرين باطنا، وهم المنافقون. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فلذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس، ليشمل هؤلاء الأصناف الثلاثة، المؤمنين حقا والكافرين حقا والمنافقين. فقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وختم هذه الآيات بقوله فلا تجعلوا لله أندادا. الآيات ذاتها يا أيها الناس اعبدوا ربكم بدأت بالأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وختمت بالنهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا. ومن هنا قال العلماء لا يكفي للداعية للتوحيد أن يأمر الناس بالتوحيد والعبادة ولا ينهاهم عن الشرك، هذا غير كاف. من وين الدليل؟ الدليل شنو يا جماعة؟ ها؟ بدأها بالأمر بالتوحيد اعبدوا ربكم، وختمها بالنهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا. فدل هذا على أن الداعية الذي يدعو الناس إلى التوحيد اعبدوا الله، وحدوا الله، كونوا مع الله، كونوا مع الصادقين، ولكن لا ينهاهم عن الشرك وعن عبادة الطواغيت، دعوته ليس دعوة الأنبياء. أمر بالتوحيد لكن ما نهى عن الشرك. ده الدليل من هذه الآيات. أيضا مما يدل من القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، بس كده بس؟ بس كده بس ولا في ثاني حاجة؟ واجتنبوا الطاغوت. ثاني، فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله، ده الأمر بالتوحيد، ما لكم من إله غيره، ده النهي عن الشرك. ثاني، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عرفتوا؟ فلابد أي داعية يأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن شنو يا جماعة؟ عن الشرك. لابد لابد، وإلا لا يكون داعية أصلا. طيب، ومن فوائد هذه الآيات أيضا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله عز وجل، الكلام ده مهم جدا يا جماعة في دعوتك إلى التوحيد، من أهم الكلام، أن الله عز وجل ابتدأ هذه الآيات بذكر توحيد الربوبية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ده كله ربوبية، لعلكم تتقون. ثاني، الذي جعل لكم الأرض ربوبية والسماء ربوبية وأنزل من السماء ماء ربوبية فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية. ثم ختم، عقب، يعني أتى ببعض الأمر بتوحيد الربوبية بالأمر بتوحيد الألوهية، فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العلماء فتوحيد الربوبية وسيلة، ده كلام الشيخ الفوزان ما كلامنا، ذكره في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. قال فدل ذلك على أن توحيد الربوبية وسيلة إلى الغاية التي هي توحيد الألوهية. يعني الجماعات والأفراد اللي بيدعوا للربوبية فقط ويقول يا أخي الله خلق التراب وخلق الشمس وخلق الجبال و و و، لكن ما يأمر الناس بالألوهية وبإفراد الله بالعبادة، ده ما حقق الغاية. ما حقق الغاية، عرفت يا جماعة؟ الغاية توحيد الألوهية اللي إفراد الله بالعبادة. عشان كده الآية دي ذاتها، فالآية تحت الباب بتاعنا، ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا، ختمها بشنو؟ وأنتم تعلمون. شنو؟ ما معنى وأنتم تعلمون؟ أي وأنتم تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وتعلمون أنه أنزل لكم من أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم،
كل هذا تعلمونه وهذا ربوبية. قالوا فهذا دليل ثالث على أن المشركين يعلمون الربوبية، لأن ربنا قال لهم وأنتم شنو تعلمون. المشركين كانوا عالمين الربوبية، ولذلك من أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية فهو كافر مشرك، لأن المشركين يعلمون أن الله عز وجل الخالق الرازق، يعلمون الربوبية ويقرون بالربوبية. ما هو الدليل أيضا من القرآن؟ ولئن سألتهم من خلقهم في آية ليقولون الله، وغيرها من الآيات. شكرا ربنا قال وأنتم شنو يا جماعة تعلمون، ده كلام مهم جدا جدا جدا. فائدة أخرى من هذه الآيات، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر إلى قولي، فلا تجعلوا لي أندادا. أن الداعي الناجح هو الذي يقرر الناس بما يعترفون به من توحيد الربوبية، ويلزمهم بذلك أن يقروا ويعترفوا بالألوهية، لأن الرب الخالق المالك الرازق الذي خلقهم ورزقهم وملكهم، طالما أقروا واعترفوا بأنه خلقهم ورزقهم فلا بد لهم أن يقروا أن الخالق الرازق هو المستحق وحده للعبادة. عشان كده ربنا أول شيء ذكرهم بالربوبية هم مؤمنين بها، مؤمنين بها، قال لهم خلاص الذي خلق ورزق هو الذي يستحق العبادة، الرب الذي خلق هو الإله الذي يستحق الإفراد بالعبادة. عشان كده أنت دائما في حلقاتك أذكر لهم آية الربوبية وعقب لهم بشنو يا جماعة، وأمرهم بالألوهية. دي من أساليب الدعوة الناجحة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا. ما معنى فلا؟ الفاء هنا تدل على السببية، شيخ العثيمين قال وعلى التفريع. يعني شنو الكلام ده؟ يبين ربنا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم أرض فراش والسماء بناء، في النهاية قال فلا تجعلوا لله أندادا، أي بسبب أنكم علمتم وآمنتم أن الله خلقكم والذين من قبلكم، بسبب علمكم بذلك فلا تجعلوا لله أندادا. ده السبب اللي بيخليكم ما تجعلوا مع الله أنداد، إنكم تعلموا إنه الله هو الخالق، فكيف تجعلوا معه أنداد؟ وده كلام عظيم. فلا تجعلوا، لا هنا ناهية، لا هنا شنو يا جماعة؟ ناهية ولا نافية؟ مين اللي بيقول ناهية ومين اللي بيقول نافية؟ لا ناهية ولا نافية؟ ناهية ولا نافية يا محمد عوض؟ ها؟ ناهية. طيب كويس، صحيح كلامك، ناهية وليست نافية، خلاص ناهية وليست نافية. لا، الناهية هي من جوازم الفعل المضارع، وأصل الفعل تجعلون لله أندادا، تجعلون، فلما دخل على فعل المضارع لا الناهية وهي من جوازم الفعل المضارع، حصل الفعل المضارع شنو؟ بقى مجزوم. وما هي علامة جزمه؟ من أجاب فله كتاب. طب زمن عندك كتاب تاني منو؟ أيوة خالد، حذف النون ليه؟ أصلا علامة السكون، علامة الجزم الأصلية السكون مش كده؟ طيب هنا ليه العلامة كانت حذف النون؟ أيوة، لا ما جمع مذكر سالم، هو فعل، هو فعل مضارع أصلا. ها؟ ها؟
قال عشان ما يلتقي الساكنين. خطأ. ما جزمته علامة الجزم حذف النون هنا، لأنه أصلا تجعلون، فصارت فلا تجعلوا، النون بقد ما فيش حجبة صح. لك طيب، فلا تجعلوا لله أندادا. سبحان الله، ربنا قدم الجار والمجرور وأصلها فلا تجعلوا أندادا لله. أنتم معايا يا جماعة ولا مع الموبايلات؟ فلا تجعلوا، كلام ده مهم جدا يا جماعة، فلا تجعلوا أندادا لله. ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا. لله جار ومجرور، لله جار ومجرور، قدمت لإفادة الحصر، أن الله عز وجل وحده هو الذي لا يقبل الأنداد، أما المخلوقين يقبلون الأنداد. يقول لك شركة الحاج فلان وأولاده، مش كده الحاج فلان وأولادي، شركة مشتركين 14 كده يعني. أما الله عز وجل فلا يقبل الأنداد والشركاء، عشان كده هنا ربنا قدم الجار والمجرور، قال لله أندادا، وأصلها أندادا لله. فلما قدم لله الجار والمجرور ما حقه التأخير قدم، أفاد الحصر أن الله وحده هو الذي لا يقبل الأنداد. فلا تجعلوا لله أندادا، فما معنى الأنداد؟ شوك، ما معنى الأنداد؟ أنداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير. النت والشبيه وشنا يا جماعة؟ والنظير. وأنتم تعلمون، تكلمنا عنها. تعلمون دي قلنا يعني شنو؟ الناس يجوا متأخرين. تعلمون دي يعني شنو؟ ها؟ تعلمون شنو يا عمر؟ أيوة تعلمون دي راجعة لأول الآيات، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. عشان ما نزغل الناس خلاص. الربوبيه التي ذكر الله بها ربنا قال للمشركين وانتم تعلمون، يعلمون انه خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وانه انزل لكم من وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا فيه دليل، وانتم تعلمون فيه دليل على أن المشركين يعلمون الربوبية، صح ولا ما صح؟ يعلمون الربوبية. ولذلك من دعا إلى الربوبية وترك الدعوة إلى توحيد الألوهية فهو داعي فاشل، ومن وحد الربوبية وترك توحيد الألوهية فهو كافر، لسه كافر ده قاعد. لأن ربنا قال عن المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب بعد ذلك قال وقال ابن عباس في الآية، في الآية يعني في تفسير الآية، وتفسير القرآن وتفسير الآيات خمسة مراتب للتفسير، مش كده؟ الأولى تفسير القرآن بالقرآن، الثانية تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، الثالثة تفسير القرآن بكلام الصحابة، قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، قال لأن الصحابة هم تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل من فهم القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم. مستحيل يجي واحد بعد الصحابة يقول لا نحن طبعا وما طبعا، أنت طبعا ما فاهم حاجة، لكن الصحابة هم تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالثة، الرابعة تفسير التابعين
وهذا قول لبعض العلماء، ما كل العلماء قالوا دي الرابعة. تفسير لشنو يا جماعة؟ التابعين قالوا ليه؟ قالوا لأنهم أخذوا التفسير من الصحابة الذين أخذوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ قال إذا جاءك، مش كده؟ التفسير من مجاهد فحسبك به. ومجاهد من أئمة التابعين، هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. الخامسة تفسير القرآن بكلام العرب، والسبب لأنه نزل بلغة العرب. طيب، قال ابن عباس في الآية، يعني في تفسير الآية، قال الشيخ العثيمين: وتفسير القرآن وتفسير الآية نوعان، نوعين: تفسير بالمعنى، ده النوع الأول، وتفسير بالمراد، ده النوع الثاني. أما التفسير بالمعنى فهو تفسير معاني الكلمات من الآيات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: أتدرون ما الزيادة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هي النظر إلى وجه الله الكريم. معانا يا محمد؟ طيب، قلنا شنو؟ قلنا شنو؟ لا لا، ما قلنا الموضوع، ما كان عن الزيادة. الزيادة دي جاء بسبب الموضوع. الموضوع شنو؟ ما الفوزان؟ أها، عثيمين، انتبه انتبه كده، ما صح. زول ما صح يرقد في الدرس، ما صح. طيب، تفسير بالمعنى وهو تفسير معاني الكلمات، وضربت لكم مثال من حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم: وكالتفاسير التي تكون فيها معاني الكلمات، كلمة ومعناها، كلمة ومعناها. وتفسير بالمراد وهو التفسير بالمراد من الآية بغض النظر عن معاني أفرادها، وهذا الذي عناه ابن عباس، وهذا الذي عناه من؟ ابن عباس. قال ابن عباس في الآية: يعني المراد بالآية، ما داري يفسر لنا الكلمة، الكلمة معناها، داري يفسر لنا المراد. وده من النوع الثاني، هو التفسير بشنو يا جماعة؟ بالمراد. طيب، وهو المقصود بسياق الجملة كما قال الشيخ العثيمين. طيب، قال ابن عباس في الآية: يعني المراد بالآية شنو؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية دي المراد بها شنو؟ قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك. الأنداد هو شنو؟ الشرك. أخفى من دبيب النمل، هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. والله هذا كلام عجيب مرة. ربنا قال: فلا تجعلوا لله أندادا. منو ديل؟ منو هم فلا تجعلوا لله أندادا؟ ربنا بينها منو؟ الناس. تمام يا غالب. والناس شملت منو؟ نحن جبنا سورة البقرة من البداية عشان نعرف انه شملت منو. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من المقصود بالناس؟ المؤمنين ظاهرا وباطنا في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره. وشملت الكافرين ظاهرا وباطنا في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم. والآية التي بعدها ثالثا: الذين أظهروا الإيمان ظاهرا والكافرين باطنا وهم المنافقون. فربنا لما قال: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا كل الناس إلى الأصناف الثلاثة كلهم. وفيها دليل على أن المؤمنين ظاهرا وباطنا ينهون عن الشرك، صح؟ ما قلنا فلا تجعلوا. أنتم معايا يا جماعة؟ كلام ده دقيق شوية، بس داري انتباه معايا يا مزمل، فاهم الكلام؟
ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا. دي شملت قلنا المؤمنين ظاهرا وباطنا والكافرين ظاهرا وباطنا والمنافقين. فدل فلا تجعلوا لله أندادا دل على أن المؤمنين ظاهرا وباطنا ينهون عن الشرك. طيب لأن ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابن عباس قال الأنداد ربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمنين ظاهرا وباطنا والكافرين ظاهرا وباطنا والمنافقين عن اتخاذهم، عن اتخاذ الأنداد هو الشرك. والشرك ده بيحصل كيف؟ كلام ده مقصود به حتى المؤمنين يخافوا من الشرك، ده المعنى كده. هو الشرك أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل هو أثره، الأثر الذي يتركه النمل بعد مضيه، يعني النملة بعد ما تمشي الأثر الوراء هذا ده هو الدبيب، دبيب النمل. لكن ابن عباس قال الشرك أصل دبيب النمل ده زول بيشوفه؟ ما بيشوف، ما بيشوف. لو بالنهار ما بتشوفه، لو فوق صخرة بيضاء أو رملة بيضاء ما بتشوف، لو بلاط أبيض ما بتشوف، لو بالنهار ما بتشوف. ابن عباس قال الشرك ده أخفى من دبيب النمل، الأثر بتاع النمل. واحد على صفات سوداء، الصفاء هي الصخرة الملساء، والصخرة الملساء هي التي تسمى صفاء. الصخرة لو ملساء أصلا النملة مهما حفرت حمار إن جنطت فيها ما يعمل فيها شنو؟ دبيب، ما يعمل فيها أثر. ما بالك بالنملة الكرعين خفاف ورقاق ما تقدر تحفر في الصخرة دي، يبقى الأثر ماله هنا خفي جدا جدا. الشرك أخفى منه، بيخش في قلوب المؤمنين ذاته، أخفى من ده، أخفى من ده. ومش ده بس، قال على صفات سوداء، صفاء صخرة ملساء ولون أسود ما حيصر فيها، في ظلمة الليل، ودبيب نملة ما دبيب حاجة كبيرة. الشرك أخفى من ده كله، يخش في قلوب المؤمنين ذاته، ده موضوع خطير جدا مرة واحدة. عشان كده لما أنت تتكلم في الحلقة عن الشرك أنت ما تعين كده تقول دينا جماعة دي، أنت برضو عام تشوف الحاصل فيك. أنا منهم؟ لازم تشوف نفسك منهم ولا منهم؟ لازم، وإلا يكون إيمانك ما كامل وعلمك فيه جهل فيه نقص، أو عندك نقص في العلم. فتتأمل بنفسك. عشان كده الصحابة كان بيخافوا من مثل وأنواعها، عشان كده وأنواعها. عمر بن الخطاب كان يقول لحذيفة يعني يستحلف يقول له هل سماني رسول الله من ضمن المنافقين؟ لأنه بيخاف. لكن إحنا لو نتكلم المتحدث عن الشرك وفي جماعة بغادي لابسين كيف مرقع تلقاه عايل لهم كده، أنت برضو قد تكون خفيف الشغلان، والله العظيم ده ما هو ده الكلام. عشان كده زول يا جماعة ينتبه وما يزكي نفسه أبدا ويخاف من الشرك. عشان كده الشيخ محمد الوهاب في بداية الكتاب قال في الأبواب الأولى قال باب الخوف من الشرك. يعني الموحد توحيده تمام نظيف ده اللي بيخاف من الشرك، أما الذي يأمن من الشرك ده توحيده ما كامل، وقد يكون واقع في الشرك وما عارف قال انه اسم واحد. عشان كده ابراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، مع انه هو الكسر الاصنام، هو امام الموحدين، مع هذا يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. طيب ده التفسير الأول من كلام ابن عباس لهذه الآية فلا تجعل لله أندادا. قال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ده برضو تفسير ثاني للآية مما تشمل الآية يعني الأنداد. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. والله حياتك يا فلان شملت نوعين من الشرك، مين يذكرهم لنا؟ أحمد.
نعم، شرك في الحلف بغير الله، وهو قوله وحياتك وحياتي، حلف بالحياة، والحلف بالحياة بالنعمة، الحلف بالأب بالأم بالنبي بالولي، كله شرك بالله. فده النوع الأول الذي شمله هذا الكلام. النوع الثاني نعم، تشريك بحرف الواو العاطفة، لأن الواو تقتضي التسوية، فقال والله وحياتك، حلف بالله، هذا توحيد، حلف بالله وحلف بحياتي، حياة المخلوق، فكان شركا لأنه ساوى بين الله وبين حياة المخلوق وبين المخلوق بهذه الواو العاطفة التي تقتضي التسوية. طيب، ولذلك كان الحلف بغير الله شركا بالله سبحانه وتعالى، وده كثير لا بالذات عند الفنانين، مش كده؟ وحياتيك وما اعرف شنو، ده شرك كله، شرك بالله، يكون شركا اصغر ويكون شركا اكبر. فان اعتقد ان المحلوف به يساوي الله فهو شرك اكبر، وان كانت كلمه خرجت من لسانه ولم يعتقد ان المحلوف به يساوي الله فهو شرك برضه شنو؟ أصغر. ففي الحالتين شرك، ولكنه يتنوع ما بين الأكبر والأصغر، ما بين الأكبر والأصغر. طيب، إن اعتقد أن المحلوف به أعظم من الله، يعني قلنا إذا اعتقد أنه يساوي الله شرك أكبر، وإذا ما اعتقد أنه يساوي الله ده شرك شنو؟ أصغر. طيب، إذا اعتقد أنه أفضل من الله، ما دا قال روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، عشان أنت ما تستغرب من سؤالي ده، إنه ما في ناس بيفضلوا المخلوق على الخالق، في قال روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، ففي ناس بيفضلوا المخلوق على الخالق في بلدنا دي. إن شئتم شاء الإله، نعم، إن شئتم، إذا شئتم شاء الإله، ده برضه تفضيل للمخلوق على الخالق، فهنا هذا من باب أولى، شرك شنو يا جماعة؟ أكبر وكفر أكبر. طيب، وتقول برضو، ده معنى ثالث، ابن عباس يقول لولا كليبة هذا لأتى اللصوص. كليبة تصغير كلب، تصغير كلب، قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني الناس كانوا في البيت وبالليل الحرامي تلب أو داري تلب، قام الكلب نبح فيه، الحرامي قام فك الشنطة الشايلة وجوا البيت وجرى عشان الكلب ما يعضيه. الصباح الجماعة جوا يا حاج فلان والله قالوا ياكم حرامية، لا والله لو ما الكلب ده كان الحرامي عدمنا الملينة. ابن عباس يقول ده شنو؟ شرك، أيضا من الشرك، ويسمى كما قال الشيخ الفوزان شرك الألفاظ، شرك الألفاظ. وهذا الشيخ الفوزان يقول هذا من نوعي الشرك الخفي، انتبه للكلام ده كويس. قال الفوزان حفظه الله فالشرك من حيث ظهوره نوعان، من حيث ظهوره نوعان، شرك جلي، جلي يعني ظاهر، يعني كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، سمي جليا لأنه شنو؟ ظاهر لا يخفى. النوع الثاني الشرك خفي، وهو نوعان، خفي باعتبار رؤية الناس له، وهو الرياء الذي يكون في القلوب فلا يراه الناس. زول ده قام صلى صلاة تمام، وده صلى جنبه صلاة تمام، ده نت في قلبه لله الله وده لغير الله، في زول بيقدر يشوفه دي؟ فلذلك سمي خفيا.
لأنه خفي باعتبار نظر شنو يا جماعة؟ الناس. معاين يا جماعة؟ معانا؟ خفي باعتبار نظر الناس. النوع الثاني من نوعي الشرك الخفي، خفي باعتبار جهل الناس. أنتم معايا يا جماعة؟ ولا برا؟ معانا يا مزمل؟ خليكم معانا. خفي باعتبار جهل الناس، وهو شرك الألفاظ. ده ذاته اللي قاعد يقول ابن عباس، أكيد أنا جبت لك الكلام. قال لأنه خفي عن علم كثير من الناس. الناس ما عارفين زول لو قال لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا الكلب الحرامي كان عدمنا الملينة. أغلب الناس ما عارفين إنه ده شرك، فهو خفي ولا ما خفي؟ خفي لكن بيته اعتبار الجهل والعلم عند الناس. عرفتوا كلامي؟ طيب إذا نرجع تاني، الناس اللي كانوا نايمين، الشرك باعتبار الظهور نوعان. مين يقول لنا الكلام ده كده زي ما قلناه؟ مين يقول لنا؟ ايوه يا خالد. نعم، شرك باعتبار ظهوري وخفائي نوعان. شرك جلي. جلي يعني شنو؟ في التجويد مش بقول لك لحن جلي ولحن خفي، جلي يعني ظاهر مش؟ طيب ايوه، جلي يعني ظاهر، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستعانة والاستغاثة بغير الله. اثنين، شرك خفي وهو نوعان. الخفي ده ذاته كم نوع؟ نوعان. اها، وهو الرياء. خفي الناس ما بيشوفوا بعينك. اثنين، بيصلوا صلاة زي بعض تمام من برا، تمام وافقوا فيها السنة في الظاهر، لكن دنيتوا لله دنيتوا ما لله. بتقدر تعرفه؟ تقدر تعرفه؟ إذا ده شرك لكن خفي باعتبار شنو يا جماعة؟ نظر الناس. وثاني، نعم، خفي باعتبار جهل الناس به، زي شرك الألفاظ ده. أن تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ده برضو من الشرك. ليه؟ لأنه فيه الواو العاطفة التي تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. ما ممكن تقول ما شاء الله وشئت فتسوي الله بالمخلوق، ما ممكن. وحاجينا الحديث في الباب، قل ما شاء الله ثم شئت. طيب طيب، هل يجوز الصحيح هذول يقول شنو؟ طيب ما شاء الله وشئت شرك. الصح هذول يقول شنو؟ ما شاء الله ثم شئت، صح ولا ما صح؟ ليه؟ الفرق شنو بين وشئت وثم شئت؟ قال العلماء ثم تفيد الترتيب. الكلام ده والله يا جماعه مهم جدا، لانه ده التوحيد. كريم انتبه عليك، أزول لو ناس يقوم يرجع ورا ويجي ثاني. ها؟ لا لا، ماشي. ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما الواو تفيد التسوية. تفيد شنو يا جماعة؟ التسوية. الواو تفيد شنو يا جماعة؟ التسوية. فإذا قلت ما شاء الله وشئت يا فلان، هذا شرك، لأن الواو تفيد التسوية، فأنت سويت بين الله وبين فلان، عشان كده شرك. إذا قلت ما شاء الله ثم شئت، ده شنو؟ ها؟ تفيد التراخي والترتيب. الله عز وجل هو الخالق، بعد ذاك ده المخلوق، ده الترتيب، ما واحد، الأمر مرتب. الله هو الخالق، بعد ذاك ده المخلوق. كده واضح وكلكم عارفين المعلومة دي. سؤال، هل يجوز أن أقول ما شاء الله فشئت؟ فشئت بالفاء شنو؟ ما شاء الله وشئت شرك، ما شاء الله ثم شئت
توحيد. هل يجوز نقول ما شاء الله فشئت بالفاء لا واو لا ثم؟ أيوة يا نبيل. لأنه قد تبقى مشيئة الله على مشيئة العبد. لا مشيئة الله. بل فاء. ما شاء الله ثم شاء العبد بعد مشيئة الله. لا يلبي. ما شاء الله فشئت. يجوز صح. الشيخ العثيمين يقول لك سبب بس ما ذكروا صحيح. نبيل مين يذكر لنا السبب؟ أيوة. لكن يجوز صح. أيوة. فشاء الله فشاء المخلوق تبع. آه. آه. نعم قال العلماء ثم والفاء ثم والفاء يتفقان ويختلفان. انتم معانا ولا برا يا شباب؟ ثم والفاء يتفقان ويختلفان. ثم والفاء يتفقان في الترتيب في التراخي عفوا في التراخي عشان كده بتجوز الفاء. أما ثم للتراخي وللترتيب وأما الفاء فللتعقيب. فلشنو التعقيب؟ يعني شنو التعقيب؟ دخل محمد عقب فارس يعني بعديه، فمعناها قريبة لشنو يا جماعة؟ تتفق مع ثم في شيء فتفيد التعقيب ولا تفيد التسوية كالواو، فهي ليست شركا يقول الشيخ العثيمين والظاهر أنها تجوز. قال ولكن الأفضل أن تقول ثم من الفاء. ليه؟ لأن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم اختار ثم، فاختيار النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم هو الأفضل. عرفتوا كلام؟ طيب خلاص يا فارس. طيب طيب هل سؤال ثاني؟ عرفنا انه يجوز تقول ما شاء الله ثم شئت، مش كده؟ هل يجوز تقول توكلت على الله ثم عليك؟ طبعا توكلت على الله وعليك ده شرك بالله، لكن هل يجوز اقول توكلت على الله ثم عليك؟ اجعل ثم اوفى عليك. شيخ الفوزان فتوى مسجلة صوتية قال في التوكل بالذات حتى ثم ذاته ما في، في التوكل بالذات حتى ثم ذاته ما في. مالكم؟ ها؟ طيب قال وقول الرجل لولا الله وفلان، ده برضو قال من اتخاذ الأنداد وهو من الشرك الأصغر. كل الحاجات دي من الشرك الأصغر. شنو؟ القولي اللفظي. ولكن هذا في الأصل إذا لم يعتقد أن هؤلاء الفلان وفلان يساوون الله. أما إذا اعتقد أنهم يساوون أو أفضل من الله ده طوال يبقى شرك. شنو؟ أكبر. حتى لو قال ما شاء الله وشئت ويعتقد أنه فلان ده أو ما شاء الله وشاء فلان ويعتقد أنه فلان ده يساوي الله ده شرك أكبر ما أصغر. طيب قال ابن عباس معلقا لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. إذن الصحابة كانوا يتكلموا في التوحيد ولا كانوا يتكلموا كلام ده؟ ما كله أسهل عن التوحيد والشرك. قالوا منو ده؟ قالوا عبد الله بن عباس. كله اللي بنشرح فيه من قبيل. طيب رأوا ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير قال في التفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال فقد كفر أو أشرك.
هل كفر أو أشرك هذا شك من الراوي أم هو لفظ الرسول؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال فقد كفر أو أشرك، ولا ده شك من الراوي؟ ها؟ الظاهر أنه شك من الراوي. طيب أيهما أرجح؟ إذا بقى شك من الراوي ما يبقى لابد واحدة من اللفظتين تكون هي الحديث. من حلف بغير الله فقد كفر، يكون الحديث كده. أو من حلف بغير الله فقد أشرك. كيف؟ أيوه. فقد كفر. الشيخ العثيمين قال الأصغر أن مجزومة فيها جزم وليس فيها شك، والجزم كان فقد أشرك. يبقى ده الظاهر أن لفظ الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. شرطية، فهي تفيد العموم. من حلف، يعني أي إنسان يحلف بغير الله فقد أشرك، أي إنسان. لأن من شرطية وهي تفيد شنو يا جماعة؟ العموم. من حلف بغير الله، بغير الله تعم كل أحد دون الله. فمن حلف بالنبي فقد حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بالولي فقد حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله يعني من حلف بالنعمة، بحياته، بأمه، بأبيه، يعني حلف بغير الله فقد أشرك. فبغير الله تشمل كل أحد، كل أحد دون الله. من حلف بجبريل عليه السلام فقد حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بميكائيل فقد حلف بغير الله فقد أشرك. طيب سؤال، من حلف بالكعبة أشرك؟ من حلف بالكعبة أشرك؟ متأكدين؟ متأكدين؟ نعم، لأنه مخلوق. لكن الصحيح أن يقول وربي الكعبة، يعني حلف بي الله، وربي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حلف بي الله. لكن ما يقول والكعبة، ما يقول ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب من حلف بالمصحف، ها رأيكم فيه شنو؟ طيب واحدين قالوا بجوز واحدين قالوا ما بجوز. ايوه ما يجوز. قال الشيخ محمد ابن امان ابن امان الجامي رحمه الله قال لا يجوز، فتوى مسجله صوتيه. قال لان المصحف يتكون من مخلوق وغير مخلوق. المصحف ما الكتاب، فالمخلوق فيه الورق والحبر، وغير المخلوق هو كلام الله. فلا يجوز أن تحلف بالمصحف، ولكن يجوز أن تحلف بكلام الله. تقول والقرآن، ممكن، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفات الله. لكن ما يجوز تقول والمصحف الشريف. فهمت الحتة دي؟ ده فتوى الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. عرفت الفرق أنت بين المسألتين؟ ها؟ أي لكن الأصح هو كلام الشيخ محمد أمان الجامي. ليه؟ لأنه قاصد أو ما قاصد، الشريعة زي ما قال الشيخ الألباني أتت لضبط الألفاظ. اللفظ ذاته لو خطأ لابد يضبط ويمنع، ما بنقول له لو قاصد يبقى اللفظ صحيح، لو ما قاصد اللفظ، لو ما قاصد اللفظ صحيح، لو قاصد اللفظ خطأ. لا، اللفظ ذاته خطأ ولا صواب. والمصحف اللفظ بدون النظر القصد خطأ. فالشريعة أتت لضبط الألفاظ، والله أعلم. نعم. كيف؟ أزول يحلف بكلام الله بس، قول هو كلام الله أو القرآن
لأنه ده صفة من صفات الله عز وجل، وهو كلام الله غير مخلوق كما قرر السلف. طيب، من حلف بغير الله مش كده فقد أشرك. واضح الحديث، أشرك شرك أكبر ولا أصغر؟ في الحالتين أشرك، لأنه اللفظ خطأ، شرك خلاص في الحالتين شرك. أما إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله أو فضله ده أكبر، شرك أكبر. إذا لم يعتقد ذلك وحلف بغير الله فهو شرك أيضا، لكن شرك شنو؟ أصغر. طيب، إذا علمنا أن الحلف بغير الله شرك، فما قولكم بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة إلى آخر، فقال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا، فقال أفلح وأبيه إن صدق، أو قال أفلح دخل الجنة وأبيه إن صدق. أيوة. طيب، ذكر العلماء فيها أقوال، الواو هنا مال القسم وأبيه. القول الأول قالوا فيها تصحيف، لأن أبيه زمان ما كان في نقاط، الرسم بتاعها قريب لرسم الله نفسه، قريب له، إذا شلت النقاط الله زي أبيه كده، لو كتبتها بتفهمها الاثنين. وهذا قول ضعيف ما صحيح. القول الثاني الذي دارت أقول حاجة، طيب، القول الثاني أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لكمال توحيده فجاز له ما لم يجز لغيره، وهذا أيضا قول ما صحيح. القول الثالث أن هناك كلمة مضمرة، كلمة مضمرة وهي أفلح والله أو نحوها من في قسم مضمر، وهذا أيضا خطأ. قال والسبب في أن هذا القول باطل لأن هذا مقام عقيدة وتوحيد، فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضمر كلمة تفيد التوحيد وتفيد المعنى. القول الرابع أن هذا منسوخ، منسوخ، قال ابن حجر وهذا وآخر أصح الأقوال، قال ده أصح شنو الأقوال، إنه كان في البداية الحلف بغير الله جائز، بعد ذلك نسخ الأمر وجاء من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بأمهاتكم، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، صححه الألباني بصحيح سنة بداود، إلى غيرها من النصوص. وقال الشيخ الفوزان هذا أيضا هو الصواب، إنه ده منسوخ. وقال الشيخ العثيمين هذا أيضا هو الصحيح، أن هذا منسوخ. ثم قال الشيخ العثيمين ولكن قال بعضهم أن الرواية شاذة، ذكر لسببين، لتفرد مسلم بها دون البخاري، ولأن راويها خالف من هو أوثق منه أو جماعة من الثقات، وهذا الذي نصره الشيخ الألباني في صحيح، عفوا في ضعيف سنن أبي داود، أو في تصحيحه لسنن أبي داود. وفي السلسلة الضعيفة أيضا الشيخ الألباني حكم على الرواية اللي فيها أفلح وأبيه
إنه كلمة وأبيه دي شنو يا جماعة؟ شاذة يعني ضعيفة يعني. ورواية الشاذة قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة، ضعيفة. إذن عندنا إنه ضعيفة، ولو صحت ده كان أمر أول ونسخ، لكن الصواب إنها ضعيفة ذاته لا تثبت أصلا، زي ما ذكر الشيخ الألباني، وذكر في نهاية الأمر الشيخ العثيمين في نهاية كلامه الشيخ العثيمين رحم الله الجميع. واضح يا جماعة ولا نعيد النقطة دي؟ ها؟ الخلاصة إن الرواية ضعيفة، هذه الإعادة شاذة. الأقوال تجدها في القول المفيد، وتجدها في فتح الباري تحت الحديث رقم 46 من صحيح البخاري، تحت الحديث رقم كم؟ ده ما رقم الصفحة، ده رقم الحديث في صحيح البخاري، حديث رقم 46 تحته في شرحه ابن حجر العسقلاني رحمه الله، جاب الأقوال دي كلها. أيوة الرواية اللي فيها اللفظة دي الزيادة دي. طيب ودي شبهة يا جماعة بيجيبوها أعداء الله وأعداء الإسلام من عباد القبور الآن، يقول لك يجوز تحلف بغير الله لأن الرسول قال كده. هترد كيف؟ لابد الكلام ده تحفظه وتفهمه في راسك. زول ينوم في درس التوحيد ده مشكلة كبيرة خالص، ممكن تنوم في أي درس تاني أهون. الكلام كثير يا جماعة في هذا الباب، وعندنا قول ابن مسعود إن شاء الله نجي نشرحه الدرس القادم. أحرصوا على كتاب التوحيد يا جماعة، أحرصوا على شرح كتاب التوحيد، لأنه ده أهم علم في الإسلام، إنك تتعلم العقيدة وتتعلم التوحيد. وما يكفي يا جماعة لطالب العلم الحريص إنه يتعلم العمومات في التوحيد، يعني أشياء عامة كده، صح دعاء غير الله شرك والاستغاثة غير الله شرك، لكن في أنواع من الشرك زي الأنواع اللي في الباب ده أنت قد تكون واقع فيها وما عارف ذاته بجهلك ليها. عشان كده الإنسان يدرس كتاب التوحيد مرات ومرات. الشيخ بن باز كان إذا ختم كتاب التوحيد بعيده تاني، ختمه تاني بعيده لحد ما مات، يعني مش كتاب التوحيد الكتاب الوحيد اللي ما بقول ختمناه وخلاص شوف غيره، بعيده تاني. والشيخ الفوزان الآن في السعودية بيشرح فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وده العلماء كبار جدا. شوف ما قالوا خلاص انتهينا من التوحيد أنا أشوف غيره. ده أهم علم، أهم من الفقه، أهم من الوضوء، أهم من الغسل، أهم من الجنابة، أهم من التيمم، أهم من أي علم، أي علم. علم التوحيد أهم من أي علم، لأن القرآن كله توحيد، وده أساس الدين وأساس الإسلام. عشان كده أنت ما تكون عارف الكلام ده معلومات عامة إنه أهم أهم، لابد أنت ذاتك تكون عليك درس التوحيد وأهم مادة وتهتم، يبقى معك كتاب، يبقى قلم، تجي نجيب تكتب تفهم تحفظ تكون نجيب توحيد بالذات. والآن الشبهات في التوحيد كثيرة بالذات في بلدنا، تلفزيون جرائد راديو أنا شغال أتعلم الأمة الضلال والبدع والشرك بالله. أنت تكون قاعد ساكت؟ قاعد ساكت؟ نعم. عليه الأيمان تعتبر حليف. ها؟ عليه الأيمان تعتبر حليف. عليه الأيمان قال تعتبر حليفة، هي ما حليفة. خلاص؟ لكن أنا ما أعرف هي شنو، لأنه الحلف أصلاً بيكون بثلاث حروف. بالباء والتاء والواو. الشيخ العثيمين قال وأظهره الذي يكون بالباء، شو بعد ذلك الواو والتاء، لكن أنا ما أعرف هي نوع من لكن ما حليفة. أيوة ما يجوز يا جماعة زول يحلف بالطلاق، لكن الناس اللي بيقولوا علي الطلاق، ابن تيمية بيقول ده من باب النذر، عشان كده كان كفارته كفارة يمين، لأن كفارة اليمين وكفارة النذر واحدة، وكذلك كفارة التحريم،
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. الآية التي بعدها ربنا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أيمانكم، فكفارة التحريم، الناس اللي بيقولوا هسه حتى في مجتمعنا ده واحد يقول علي الحرام أو مرتي حرمان علي، ده كفارة شنو؟ هي كفارة شنو؟ اليمين ذات. وكفارة النذر كفارة اليمين ذات. فما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 عتق رقبة. ما وجد؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، الاثنين دول في مرتبة واحدة، فوق عتق رقبة، ما لقى ينزل تحت. الدرجة الثانية، الدرجة الثانية دي فيها اثنين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، دي درجة واحدة، إطعام أو كسوة 10 مساكين. ما قدر ينزل الدرجة اللي بعدها صيام 3 أيام. الآن الواحد يكون عنده قروش يا حليف يقول لك يا أخي أنا ما بقدر أصوم 3 يوم، عليك الله يقول يا أخي أنت ما عليك صيام 3 يوم أصلا، ما عليك، أنت عليك إطعام 10 أو كسوته. فدي دي كفارة هذه الأشياء. أيوة، دي من البدع، الحلف في المصحف كده، خذ يدك كده، دي من البدع، لأنه لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يحلف أصحابه كده باليد في المصحف، ولا الصحابة ولا السلف ولا الأئمة، العلماء قالوا دي من البدع. لكن لو جابوك قدام القاضي كمتهم أو شاهد وألزمك تأخذ يدك، خذ يدك، والذنب عليه هو، خلاص، لكن أنت أعلى منه من البدع. لكن لو جابوك وألزمك قال لك خذ يدك، خذ يدك، الذنب عليه هو.